تقول: كانت لي أخت تبلغ 16 من العمر، تشاجرت مع أختها فابتلعت بعض الحبوب للتهديد، وكانت تردد: لا أريد أن أموت، لكنها ماتت بالمستشفى. فهل يشفع لها أنها صغيرة في السن، ربما لا تعي أو تتذكر جزءا من مما يفعل ذلك؟ كم عمرها؟ 16. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم أن يقتل نفسه، قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم، ومن ألقى بنفسه من جبل فمات فهو يتردى في نار جهنم، ومن تحسى سما قتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. فالوعيد في هذا الشديد، ولكن المسلم يرجى له المغفرة، وإن كان قتل نفسه هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولكنها دون الشرك. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه المرأة فعلت كبيرة من كبائر الذنوب وعليها وعيد شديد، إلا أن يغفر الله لها. نعم. تقول: هل يجوز أن ندعو لها بالمغفرة والرحمة؟ نعم، ادعوا لها بالمغفرة والرحمة واستغفروا لها، لأنها مسلمة لم تخرج بذلك عن الإسلام، وإن فعلت كبيرة من كبائر الذنوب.